السلام عليكم ورحمة الله إخواني مربي الحمام الزاجل داخل المغرب وخارجه، كما وعدناكم في نقل الحدث ومع الحدث مسابقة أرقان جوج بالنسبة لمدينة الدار البيضاء الكبرى والنواحي. فاليوم جئنا عند بطل من أبطال مدينة الدار البيضاء اللي هم الطونديم الدخام عجلاني اللي تبارك الله أنه في حد التوقيت جد جد ممتاز بالحمامة الأولى اللي كنشاهدوا على الصورة، كنشاهدوا الدخمة اللي كنشاهدوا الحمامة الأولى هي هذه. السنة ديالها 2014 جات في واحد التوقيت اللي هو 1:49 ثانية و 49 دقيقة و 59 ثانية. الحمد لله كانت جات في واحد التوقيت جد ممتاز لعن جمعية ملتقى الأبطال عين الشوق، ولا كذلك داخل كوكبة الأبطال مدينة الدار البيضاء. ولا نخلو الكلمة للدخمة. تفضل. قلنا عرفنا بالذكار بالسلالة ديالو بالوالدين ديالو، يعني راه ذكرت تبارك الله جامعة أو 47 حنا حاضرين لي 47 جاو لقى شي بياسة تيدور هنا فهمتي، بقى تيدور معاهم زعما عطلينا الحمد لله، واخا الطلقة المهم جات مزيانة ماشي المهم. وكن نشكروا الجمعيات كامل اللي كنشكرهم فهمتي، كل شي جمعيات كنشكرهم داخل الوطن وخارج الوطن والحمد لله. هذا هو اللي اختو ديك لارات في الشماعية تقريبا ضربت 7 ايام كانت غتضرب 12 ايام هو ما كيساعدناش الدخول مع الدار محدوره شويه، الحمام تيجي بالفيتاس كيبقى يدور. هذا هو ونتمنوا التوفيق للجميع جميع للذكر. فالاب ديالو هذا راه ضارب 12 ارقنا في 2011 و11 على صعيد اتحاد الدار البيضاء الكبرى والنواحي، والابن ديالو اليوم يؤكد عن جداره واستحقاق انه غيكون حتى هو كذلك في المرتبه الثانيه عن جمعيه ملتقى الابطال، وكذلك من ضمن العشر الاوائل داخل اتحاد الدار البيضاء. فالحمد لله كنشكروا الدخمة على هاد والحمد لله الطلقة واخا دازت صعيبة شوية الحمد لله دخل الحمام، بديت الحمد لله 27 حمامة دخلوا لي دابا 25 باقي لي جوج. إوا الحمد لله كومين الحمد لله زعما قاصعة شوية الحمد لله رغم الأجواء الصعبة لهاد المسابقة ديال أرقانا إلا الحمد لله الحمام دخل. ومن هذا المنبر نشكر جميع أعضاء ومكاتب الجمعيات على المجهود اللي بذلوه من أجل إنجاح هذه المسابقة وتمر في ظروف جد جد ممتازة. وكنشكروا كذلك المشرفين التقنيين لا من ناحية الإعلام ولا كذلك من ناحية المرافقي الحمام اللي الحمد لله تم عملوا ما كل ما وسعهم لإنجاح هذه المسابقة، وكنتمنوا حد موفق إن شاء الله. دخمة فيك في كلمة أخيرة نصيحة أو شي كلمة للإخوان ديالنا. ممكن نشكر الجمعيات فهمتي الجمعيات كاملة اللي كنشكرهم، وكنشكر الجمعيات كاملة اللي كنشكرهم. هذا ما نتمنى. شكرا عزيز الدخامة الحمد لله نتمنى التوفيق إن شاء الله نتمنى التوفيق الجميع إن شاء الله. وكما كتلاحظون فهذا اللوفت من الخارج لل فهنيئا للبطل الدخام بهذا الإنجاز. إخواننا الكرام لا يسعنا إلا نشكر بطلنا ونضرب لكم موعد إن شاء الله مع بطل آخر في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.